مصالح أم دائرة سيدي الخطاب بمستغانم بتاريخ 12 أفريل الجاري، ووفقا لمعلومة وردت إليها تمكنت بأحد المستودعات التابعة لأحد الخواص بوسط المدينة من حجز 62.5 قنطار من مادتي الفرينة والسكر الأبيض وأكثر من 2300 قارورة من المشروبات الغازية وغير الغازية عن التهم عدم الفوترة وعدم القيد في السجل التجاري. ملف إجراء قضائي أنجز ضد السالف الذكر سيحال بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة السيد علي.